طيب بسم الله، بنتكلم عن الموضوع اللي قلناه من شوي. الآن بنتكلم عن في الويندو سايز وعلاقتها يعني في السيكونس نمبر أو فراغات السيكونس نمبر في الجو باك إند. الحين اللي بقوله أنا كله متعلق فقط بالجو باك إند. طيب السيكونس نمبر، لنفرض إني أنا برسل، حلو، وراح يكون الباكيت أو السيكونس نمبر مكون من خانتين فقط، حلو. معناتها وش أقدر أرسل؟ راح أقدر أرسل صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا اللي أقدر أرسله، حلو. لأنه كبيتس يعني خانتين بيتس، أقدر أقصى شيء أقدر أعطيه كيونيك نمبر صفر واحد اثنين ثلاثة، اللي هو زيرو 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 وان وان زيرو وان وان، هذا أقصى شيء. طيب القانون إيش يقول؟ عشان أنا الحين عندي، كم قلنا عندي فراغين خانتين كسيكونس نمبر. القانون يقول الويندو سايز، ما هو الويندو سايز بس، الماكس ويندو سايز يعني أقصى عدد أقدر أحطه للويندو سايز هو 2 أس إن ناقص 1. الإن وشو؟ هو عدد الخانات حق السيكونس نمبر. فقلنا عدد الخانات 2 راح يكون 2 أس 2 ناقص 1 تساوي 4 ناقص 1 اللي هو 3. فهذا أقصى عدد أقدر أحطه كويندو سايز. الويندو سايز استحالة ما يكون يساوي أو أكبر من شو اسمه الفراغات حقت أو عدد خانات السيكونس نمبر. طيب لنفرض ونقول ليه احنا سوينا ذا القانون. خلينا نفرض جدلا إن بنحط يعني الويندو سايز مو بثلاثة، احنا قلنا أقصى شيء ممكن يصير ثلاثة، نفرض لا بنحط نفس عدد خاناتهم، بنحط أربعة. هذا أنا عند الحين كرسيفر الويندو سايز، فالآن خلني أشرح هذه النقطة. كرسيفر الحين أنا expected عندي إيش؟ صفر. أنا expected إنه بيجيني صفر. الآن نروح للسندر، السندر راح يرسل واحد، عفوا صفر، ثم راح يرسل واحد، راح يرسل اثنين، راح يرسل ثلاثة. احنا لاحظوا هنا ترى يعني سحبنا على سالفة القانون، حطيناها أربعة من مزاجنا يعني. هنا جاني الصفر، أرسلت آك، حلو. لنفرض إن الآك حق الصفر هذا ما وصل، وجاني الواحد وحطيت له آك وما وصل، واثنين ما وصل، والثلاثة ما وصل، كل الآكس ما وصلن، هنجتني لكن أنا أرسلت الآك، والسندر وقصدي الريسيفر إذا أرسل الآك ما عاد يهتم، وصلك ما وصلك يعني ما هي مشكلة الريسيفر. فجاني الصفر، أوكي وصل عندي الصفر صح، فخلاص الخانة حقت الصفر ردت تروح من ال من ال شو اسمه من الويندو سايز، ويرجع الويندو سايز زي كذا، ويصير الاكسبكتد وشو 1. هذه حنا الحين نمشي في هذا الخط هنا، وصلني واحد، خلاص وصلني واحد اشطبه وازود الويندو سايز، وصلني اثنين خلاص، طبعا هنا صار الاكسبكتد اثنين، ثم وصلني اشطبته وزدت لين وصلني ثلاثة، وصلني ثلاثة خلاص وصل شطبته وزدت. وش الاكسبكتد عندي الان؟ بما ان الاصل خلاص صفر واحد اثنين ثلاثة، فيرجع زي كذا، فالاكسبكتد راح يكون صفر. انا اتوقع يجيني باكيت صفر مثال. وش يصير المشكلة هنا؟ المشكلة هنا السندر ما وصلها اي اك، فبيمشي الوقت كذا لين يوصل تايم اوت. اذا وصل تايم اوت وش بيرسل؟ بيرسل الصفر هذه صح؟ لأن ما جاء acknowledgement عليه، فيجي هنا عند السندر ويرسل صفر، هنا يرسل packet zero هذه مرة ثانية. يوم تيجي عند السندر، السندر ما يدري إنها هي نفسها هذه، فراح يحطها هنا لأنها أيضا جته على expected، هو يتوقع صفر وجته صفر. السندر ما يدري إنها اللي جت الآن هي إعادة إرسال للصفر اللي فات، فراح يحطها هنا ويزود عدد هذه، فهذه وصلت ويتوقع ايش؟
expected one، وهذا نفس الشيء راح يسوي resend one لأنه ما جاء آك عليه، والريسيفر ما يدري أنها resend راح يحطها على أنها one الثانية، فحاس أم الموضوع كامل كلها بسبة أن الويندو سايز كان يساوي عدد ال كم سيكونس نمبر تقدر تطلع. فلنفرض الحين اللي خلنا نمشي على الشغل الصح يعني، وإن استخدمنا يعني القانون وقلنا أقصى شيء أقدر أحطه هو 3، ونشوف كيف إنه راح يعني يحل المشكلة دي كاملة وما عاي يسبب حوسه. المشكلة الأولى إن الريسيفر يجيه صفر ما يدري هل هو إعادة إرسال لصفر سابق أنا أرسلت آك وما وصله، ولا الصفر الجديد اللي أنا أتوقعه، فما تقدر ما تدري وشه. فلنفرض إن الحين حطينا هذه ال لا نحطها 4، احنا قلنا ان راح تكون على بناء على القانون قلنا راح نحطها 3. طيب expected ايش عندي؟ expected 0. طيب نفس الموضوع راح يرسل، قلنا راح ارسل بي 0 باكيت 0 باكيت 1 باكيت 2. حلو، هنا وصلني لكن ما وصل الاك، وهنا وصلني لكن ما وصل الاك، الاك حق هنا 0 وحق حق 1 واك حق 2 كل ابوهم ما وصلوا، نفس السيناريو اللي فات. هنا يوم وصل 0 خلاص ممتاز وصل، نشيله نودي يعني طبقه النتورك وخلاص اكسبكتد. الحين عفوا اكسبكتد 1، انا اتوقع ان يجيني 1 الان، وصلني 1. حلو، هنا وصلني 1، ارسلت لك حقي ما ادري وصل ولا لا، اشطبه ازود خانه expected هنا 2، وصلني 2 هنا. حلو، هنا وصل 2 خلاص 2 وصل، اشطبه ازود خانه expected الان ايش؟ expected 3، فاحط هنا expected 3. هنا عند الريسيفر بيمشي بيمشي ما جاء ولا اك، وش يصير؟ راح يرسل يرسلهم من جديد البي 1 والبي 2 البي 0 بي 1 وبي 2 على اساس انه افترض انهم ما وصلوا. فيوم يجي هنا البي 0 هنا وش الاكسبكتد عند الريسيفر؟ 3 جاء 0 ما خلاص يسوي له دروب ويرسل اك 3 او عفوا يرسل عفوا اك 2 انه وصلني 2 انا اتوقع 3 الان. فالحين خلاص حلينا المشكلة دي، مهما ارسل هو الحين بي 1 بي 2 خلاص هو اول ما يجيه الاك 2 بيعرف ان 2 1 و0 ارسله بشكل كويس ودن، خلاص راح يرسل الان 3 وما راح تصير المشكلة. فحنا الحين حلينا المشكلة عن طريق الحركة دي، ان القانون حقها يعني المستخدم. الآن نروح يم ال طيب بسم الله. الحين بتكلم من ناحية ال selective repeat. selective repeat نفس المثال لنفرض أن خانتين، فما نقدر نرسل 0 1 2 3. القانون حقها اللي هو max window size راح يكون 2 اس ان على 2، هذا القانون حقه اللي هو 2 اس كم عندنا خانة هنا 2، ف 4 على 2 راح يكون 2، فهذا أقصى عدد ويندو سايز. لنفرض أن قلنا لا بنحط 3. طيب خلونا نمشي في السيناريو هذا. أو يلا حطينا 4 بعد مو 3، ولا خلنا نحطها 3 أحسن. حلو، الحين أنا بالنسبة selective repeat اتفقنا أن الويندو سايز راح تكون 3، فاكسبكتد عند السندر يعني أو الريسيفر أنه راح يجي 0 1 و2. ونفس الحالة بالضبط، أرسل 1 أرسل 0 1 وأرسل 2، هذا بي 0 بي 1 بي 2. هنا
ما وصل الاك حق 0، هنا ما وصل الاك حق 1، هنا ما وصل الاك حق 2. هنا كسندر وصل عنده الصفر، قصدي ريسيفر وصل عنده الصفر، فايش يصير؟ خلاص صح، ويتوقع مين؟ يتوقع الآن 3. يجي هنا وصل الواحد، حلو، فخلاص صح عنده هنا، ويجي هنا يتوقع ايش؟ يتوقع الصفر، قادم بعد الثلاثة. ثم يجي هنا يوصل 2، فمعناته خلاص صح وداني نتورك لاير، يتوقع ايش بعد الصفر الآن؟ 1. هنا هنا جاء تايم داوت، حلو، جاء تايم داوت ما جاء اي اكنولجمنت، فوش سوى؟ راح ارسل الباكت 0 باكت 1 وباكت 2، باكت باكت 0 اي وباكت 1 باكت 2. تو اكيد راح يصير الدروب لانه ما هو موجود كاكسبكتد، فهذا بيروح البلا كله وين؟ بلا كله في 0 1. انا اكسبكتد عندي ايش؟ اكسبكتد عندي 3، لكن هذه سلكتف ريبيت. اذا جاني اي شيء موجود في الويندو، يعني انا اكسبكتد اول شيء اكسبكتد عندي 3، بعده 0 وبعده 1، سلكتف ريبيت لو جاء 0 قبل عادي ياخذ عنده ويبقيه لين يجي 3. هذه المشكلة. فوشو جاء البي زيرو الويند الريسيفر يحسب انها الصفر اللي بعد الثلاثة، فوش سوى؟ راح اخذها هذه حطها هنا، وراح اخذ البي ون هذه وحطها هنا، ما يدري ان الصفر اللي اخذه هذا هو نفس هذا اللي قد اخذه قبل، وما يدري ان الواحد هذا هو اللي قد اخذه قبل. فحاس أم البيانات، فصار الصفر هذا هو نفس الصفر هذا، نفس قيم اللي في الباكت نفسهم، الواحد هذا هو نفس اللي هنا، فحاس أم الموضوع. فلنفرض أننا نبي نمشي على الطريقة الصحيحة وراح نطبق القانون، يعني راح نحط الويندو سايز 2 بس فقط، فالاكسبكتد عندي ايش؟ راح يكون 0 1. طيب راح يرسل هنا 0 باكت 0، راح يرسل هنا باكت 1، هنا ما جاء اكنولجمنت، acknowledgement 0، ما جاء acknowledgement 1. كرسيفر وصلني هذا، حلو، فمعناته وشو؟ صح، خلاص وراحت الخانة حقته، الخانة ذي راحت، فصار عندنا خانة زائدة expected فيها كم؟ 2، اللي هو أنا وصلني هذا، هذا تو expected، فيصير expected الآن زيادة 2. بعدها وصلني هذا الواحد، فخلاص دن يروح للنتورك لاير وينشال من الويندو سايز، قصدي من الويندو هذه، فتزيد هنا خانة وراح يكون فيها الاكسبكتد 3. في جهة الريسيفر صار تايم داوت، فراح ارجع ارسل بي 0، يوم ارسل بي 0 الاكسبكتد 2 و 3 ما هي من ضمن ما فيها 0، وارسل بي 1 ما هي، لنفرض انهم وصلوا كلهم كذا قبل يرسم لك. فهنا اول ما يوصل بي 0 ما هو من اكسبكتد، راح يصير الدروب وراح يرسل اك 1، حلو. هنا ارسل البي 1 راح يرسل هنا اك 1، فخلاص اصلا من ارسل الصفر هنا جاء اك 1 يعرف ان ال1 وصل، ارسل 2 و3. فهي هذه القوانين اللي تطبق، فهي في علاقه بين ما هو نفس السيكونس، عدد خانات السيكونس يعني مع الويندو سايز.